السلام عليكم، كي راكم لاباس غايه؟ الحمد لله. اليوم غادي ني جابت لكم تدبيره شابه لهاد الايام تاع عيد الاضحى. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. تدبيره هكا للدبان للناموس، مفيده جدا جدا جدا. والحاجه الثانيه، ني جابت لكم صوالح اللي نستحقوهم في عيد الاضحى. هكا نفكروا بعضياتنا، ممكن تكوني ناسيه كاش حاجه نفكر اختي، ولا شفتيني كنت ناسيه انا كاش حاجه فكروني في التعليقات. هنا نروحوا لاول حاجه للتدبيره اللي قلت لكم عليها. راكم عارفين الايام تاع العيد الاضحى، ولا في العيد الاضحى راكم عارفين من الذبيحه والاخرين كل شيء يكثر علينا الدبان، يكثر علينا الناموس. انا جبت لكم هذا التدبيره. هنا يجب لكم هذه التدبيره، هي تاع القهوه. ولا تاني تقدروا ديروا بخاخه كيما هكا، ديروا فيها الخل الابيض والقرنفل وتبخوا بها هكا في البيت تاعك بعد اللي تسيقي وتنقي وكاع ديريها. ولا هذه تاني تاع القهوه، ديري كميه كيما هكا قليله برك تاع قهوه وتحطيها فوق النار وتخليها تنحرق، ومن بعد تبخري بها المنزل تاعك والبيت تاعك عندها كبش كشري دبان الناموس كاع يروح. هذه هي التدبيره. والزوجه قلت لكم ديروها في بخاخه كيما هكا وديروا فيها الخل الابيض، الخل الابيض مليح للنمل للحشرات لكلش للجريلو. الخل الابيض ما يخلي حتى حاجه، عادك لو كان تزيدي له شويه تاع بيكربونات روعه. بصح انا هذه قلت لكم الخل الابيض والقرنفل تاني مليح للدبان، يقولوا مليح. هنا واش نحتاج؟ الحاجه اللي نوجدوها في هذا العيد الاضحى ولا في تحضيرات العيد الاضحى، الحاجه اللي نوجدوها بزاف هي نوجدو ساشيات تاع لابوبيل. ساشيات لابوبيل لازم كيما نقولوا حنايا نشرو الدوبل في العيد الاضحى، نكثروا على اللي مداري نشروه. خاطرش علاش نسحقوها؟ نديرو فيها كل شيء، نديرو في ساشيات ونحزمو هكا باش لا دبان لا ناموس لا حاجه. تم غسلي صوالحك نقيهم وديري في ساشيات تاع لابوبيل. حاجه ثانيه تاني نحتاجو لي ساشيات تاع هاد الساشيات تاع الكونجيلاسيون، تاني نحتاجوهم بزاف في العيد الاضحى. هكا ديري فيها اللحم، ديري فيها شحم، ديري فيها، المهم تلقيهم حاضرين وواجدين، دائما تفكريهم وشريهم. تاني هما نحتاجو ساشيات بزاف تاع لابوبيل، ونحتاجو الساشيات تاع الكونجيلاسيون، هادو اللي نحتاجوهم بزاف بزاف. نحتاجو تاني لمعطر الارضيات ومنظف الارضيات لاف سول، تاني هذا باش يعطر لنا وينقي لنا. نحتاجو تاني لما كانتش عندي رتيش التدبيرات اشري مبيد الحشرات نيشان. نحتاجو تاني الاومو، نحتاجو باش نغسلو ليدام، نغسلو القش ليدام. وهذا الصابون تاني نحتاجوه، هذا كي تكون طاشه تاع دم ولا حاجه تمتم اغسليها وحكيها بالخف يدي. هذا الصابون الغوز تاني، هذا دائما تفكريه دائما نشريه ويبقى عندك في المنزل تاعك، تستحقوه بزاف. ونستحقوا تاني الايزيس، انا ديجا راني شاريه وحده وني دستها. ديجا كنت شاركت معكم المصروف الشهري ولا القضيان الشهري الفيديو اللي فات وشفتوني باللي شريت. نحتاجو تاني الجافيل، دائما نكثروا من هاد مواد الجافيل، نشرو بيدون كبير تاني نستحقوه. نستحقوا الحبايل تاع المواعين كما راكم تلاحظوا. دوك نوريكم ثاني شا شريت. ونستحقوا تاني من معطر الجو، تاني هذا نستحقوه بزاف. نستحقوا تاني هذا المنظف، هذا تاع التسم تاع اليدام وكاع، نقو به مثلا لا درنا شوا ولا كاش حاجه نستحقوا نطفو به باش ما ننغبنوش خطره اخرى مع الحواني تتبلعوا كاع. لازم نشرو صوالحنا كيما نقولوا عليه بكري هكا باش خطره اخرى نرقص صوالحنا واجدين.
هادو هما الصوالح اللي نحتاجوهم في مواد التنظيف. قطريتها الجافيل، الجريزين ولا منظف معطر الارضيات ومنظفهم، والايزيس، هادو الضروريات. وساشيات لابوبيل، ساشيات لابوبيل نهضر ونعاود عليهم. هادو كاع ملاح في الايام تاع العيد ولا تحضيرات العيد الاضحى، ولا هادو كاع نحتاجوهم. والحبايل تاع المواعين انا ننصحكم بهادو، هاد الحبايل تاع المواعين هادو شابين، ننصحكم بهم. كي تشري وحده ولا زوج دائما دسي ديك وحده ولا زوج. نحتاجو تاني هادو الفحم، الفحم تاني راه يتباع هادو ليام كيما نقولوا راه حاطينه بكثره، لا كنت ديروا شوا ولا حاجه باش نشروه نشروه. ونحتاجو تاني دوك نقول لكم هادو اللي لقيتهم يتباعوا وشريناهم. الملح تاني نحتاجوه بزاف، الملح الملح شريت هادو، هادو 10000 للوحدة، راهم كاينين يتباعو تلقوهم دايرين الطوابل ويبيعوهم. هادو تاني نستحقوهم بزاف بزاف بزاف. هيا قلت لكم لا نسيت انا كاش حاجة، ولا فكروني في التعليقات. انا هادو صوالح اللي راني متفكرتهم دروك، بغيت نفكركم بيهم. ولا زدت تفكرت كاش حاجة ولا شريت كاش حاجة، نشارك خواتاتي مشترياتي ولا واش نستحقها في العيد الاضحى. وتنظيفات كم عارفين لازم احنا عندنا السبله يقطعوها بكري، لازم نحجروا الماء، نوجدوا الباسينات، نوجدوا صوالح تاع الذبيحه، هادو كاع نوجدوهم. الملح كما قلت لكم ثاني نحتاجوه، نحتاجوه بزاف، لازم نكونوا موجدينه على العيد هو والباسينات وكما نقولوا حنا والخدامه. هادو كاع نديروهم في ساك ونوجدوهم باش خطا اخرى ما نضلوش مزروبين ونحوسوا ورا هذيك ورا هذيك ورا هذيك. هذه بعض الافكار، بعض التدابير، بعض النصائح اللي قلت نفكركم بها. وفكروني تاني نتوما بكاش حاجه نسيتها ان شاء الله. هذا هو الفيديو تاعنا، كما قلت لكم هذا هو الفيديو تاعنا. وكاينه حاجه تاني نوصيكم عليها، حنايا شويه الجزائريين احنا بعد عندنا كي ليله العيد يوم عرفه ان شاء الله يقطعوا علينا السباله غدوه الصباح، دائما السباله تسيل، دائما الماء يسيل. بصح كي يجي في ذاك النهار احنا يصبح كوما تبكريش وتعمري الماء ينقطع. حاولوا باش تعمروا الماء، لا ما نقطعش عليكم معليش كيما نقولوا، لا نقطع تلقوه. دائما خموا في هذا التخمام، دائما عمروا الماء وجدوا هكا، ما تحسش يكون يوقع لك مشكل هكا ولا يقطعوا السباله ولا حاجه. ما تنغبنيش، كم عارفين احنا دائما كي يكون المناسبات ولا هاد المناسبات يقطعوا لنا الماء، كم عارفينهم ما نهضروش. اللهم ديروا في حسابكم باللي دائما ديروا احتياطاتكم، دائما عمروا الماء بزياده مع العيد الاضحى، فيه النقاء بزاف، نستهلكوا فيه الماء بزاف. على هذا ديروا حسابكم، عمروا الماء تاعكم باش خطا اخرى ما تنغبنوش، ديروها في حسابكم. قطرتها هاد الصغارات وكاع اللي راهم عاد عرايس جدد يتفكروا باللي عمروا الماء في هذاك النهار، يستحقوه بزاف بزاف. ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش اشتراك في القناه، تفعيل الجرس ولايك وتعليق محفز. ان شاء الله هكا برك تكونوا تستفادوا من الفيديوهات تاعي وتخلوا لي تعليقات محفزة ان شاء الله. وهادو هما النصائح وهادو هما التدابير. كيما قلت لكم الا نسيت كاش حاجه فكروني، راكم عارفين الواحد عقله راه يحضر ويغيب كيما نقولوا حنايا. فكروني في التعليقات هكا باش وراني حطيت لكم الفيديو تاع المشتريات تاع العيد الاضحى هادوك. شوفوا هذاك الفيديو باش تزيدوا تفكروا كاش حاجه، كاش حاجه راكم ناسينها. ولا كيما نقولوا حنايا اليوم هضرنا غير على مواد التنظيف، هضرنا على مواد التنظيف والمواد الاساسيه اللي نحتاجوها في تحضيرات العيد الاضحى. هذه هي، هادو هما المواد، هادو هما التحضيرات. كما قلت لكم وجدوا الباسينات تاعكم، السكاكين كاع اللي نحتاجوهم
مثلا هذاك الحبل اللي نربطو به النعجه، هذاك ولا الكبش العيد، ولا هادو كاع نوجدوهم ما سبق، ومن ثم فينا نوجدو رواحنا للعيد. وفي الاخر شنقول لكم شكرا لكم ومع السلامه، الفيديو القادم.